صنع أودن وإخوته تربة الأرض من لحم إيمير، وتحولت عظامه إلى الجبال والمنحدرات، وإن جميع الأحجار والصخور والرمال التي نراها قد جاءت من أسنان إيمير وعظامه المطحونة بقبضة أودن. ثم أخذ أودن وإخوته جمجمة العملاق وصنعوا منها قبة للسماء، وهكذا فإن سحب السماء التي نراها كانت يوما ما جزءا من عقل إيمير. وأما الشهب والنيازك التي تجوب السماوات فهي الشرر المتطاير من لهيب موسبلهايم. ولكي يحافظ أودن وأخواه على بقاء العمالقة بعيدا عن سائر المخلوقات، صنعوا جدارا عظيما من رموش إيمير ليحيط بمنطقة منتصف العالم، وأسموها بالميدغارد أو الأرض الوسطى. كانت ميدغارد أرضا جميلة ولكنها خالية، حيث لم يخطو أحد من قبل على مروجها الخضراء ولا اصطاد أسماكا من مياهها الصافية، ولم يستكشف أحد جبالها ولا نظر إلى سمائها الجميلة. أدرك الإخوة الثلاثة أن العالم ليس عالما طالما لم يسكنه أحد بعد، فارتحلوا بكل مكان في أعالي الجبال وأعمق الوديان باحثين عن سكان للعالم، ولكنهم لم يجدوا أحدا. وفي النهاية وجدوا لوحين خشبيين ألقت بهما أمواج البحر بجانب الشاطئ. كان اللوح الأول من خشب الموران واللوح الثاني من خشب الدردار. أخذ الآلهة اللوحين ونصبوهما بشكل مستقيم في الرمال، فصار بارتفاع شخصين واقفين، ثم أمسك بهما أودن ونفخ فيهما روح الحياة واحدا تلو الآخر. وبعد أن كانا لوحين خشبيين صارا كائنان من الكائنات الحية، وصارا أول البشر. بعد ذلك أعطاهما الإله فيلي قوة الإرادة والذكاء والحركة ليصبحا قادرين على الرغبة والتحرك، وصنع لهما الإله في آذانا يسمعون بها وعيونا يبصرون بها وشفاها تخرج منها الكلمات. وقف اللوحان على الشاطئ بعد أن صار بشريان عاريان، فصنع الآلهة لهم ملابس لتسترهم وتقيهم الجو في ذلك المكان البارد الموجود بحافة العالم. وأخيرا منح الآلهة الثلاثة أهم شيء لصنيعتهم البشرية، الأسماء، فقد أطلقوا على الذكر اسم أسك المأخوذة من شجر الموران، والأنثى أسموها إمبلا وهو اسم مأخوذ من شجر الدردار. مكث أسك وإمبلا في ميدغارد وعاش بأمان خلف الجدار المصنوع من رموش إيمير. وفي الأرض الوسطى بدأ نسل البشر واستطاعوا تربية أبنائهم في سلام تام. وهكذا فإن أسك وإمبلا هما الأصل الذي أتينا منه جميعا، ولذلك يسمى أودن في الأسطورة بالأب الأكبر لأنه كان أبو الآلهة، وهو أيضا من نفث روح الحياة في أجداد أجداد أجدادنا. وسواء كنا آلهة أو بشرا فانين فسيكون أودن أبانا جميعاً.